أحد الأعضاء المشاركين والمنظمين اللي هي المعرض الفني التشكيلي تحت عنوان أثر باشتراك مع جمعية خذ الكتاب بقوة. شاركت المعرض بخمسة أعمال، واحدة في برواق فلسطين، قضية فلسطينية، اثنين في الخط العربي، واثنين في فنون متنوعة. كانت تجربة محلاها على الآخر، ونشكر زادة سي أيمن الجودي على خاطر عطانا الفرصة هذه باش نخلو بصمتنا في الفاك، وكان فارس ياسر باش نشرف عليه هذه. وكانت تجربة بها كإحنا معلمين في المستقبل، خاطر نجمو خذينا فكرة باش نظموا نادي في المستقبل. لوحات كانت تسيم الأفكار المتنوعة، هذاك علاش نوعنا في الرواقات. خذيت برشا أفكار من صحابي، وكانت الحضور محترم ياسر.